الرئيس السيسي يؤكد أهمية إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي. على خلفية الأحداث بعدن، التحالف العربي يقول إنه لن يقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني. الولايات المتحدة تدعو الهند وباكستان إلى الحوار بشأن كشمير وضبط النفس. الثلاثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخبارية حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن افتتاح مجمعي الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة يعد نموذجا على الاستفادة من الثروات الطبيعية، وذلك من خلال عمليات التصنيع التي تكسبها قيمة مضافة مما يعظم العائد منها. وخلال افتتاح مجمعي الأسمدة بالعين السخنة، أشار الرئيس إلى أهمية إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي لدورها في توفير فرص عمل للمصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات. أكد التحالف العربي في اليمن أنه يتابع وبقلق تطورات الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن، وشدد التحالف على أنه لن يقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعيا كافة الأطراف لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة لميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، وذلك للتفريق بين أبناء الشعب اليمني. حذر مسؤول كردي من أن العملية العسكرية التي تعتزم تركيا القيام بها شمال شرقي سوريا ستشعل حربا كبيرة بالمنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن بدران كرد قوله إنه في حالة شنت أنقرة العملية سيكون على معظم القوات الانتشار على الحدود مع تركيا، ولن تستطيع مطاردة الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي أو حراسة آلاف السجناء من التنظيم. حذرت الأمم المتحدة إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى وقف الاستيطان بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت في بيان أن المضي قدما في الضم الفعلي للضفة الغربية يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. دعت الولايات المتحدة الهند وباكستان إلى الحوار وضبط النفس، وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم الحوار المباشر ما بين الهند وباكستان بشأن كشمير، وكانت باكستان قد أعلنت طرد سفير الهندي لديها وتعليق العلاقات التجارية مع نيودلهي. حصلت قناة تايم سبورتس حصريا على حقوق نقل مباريات منتخب مصر ناشئي كرة اليد دون 19 سنة، وذلك ضمن فعالية كأس العالم المقام حاليا بمقدونيا الشمالية حتى 18 من الشهر الجاري، ويأتي ذلك استمرارا للنجاحات التي حققتها القناة رياضيا خلال الفترة الأخيرة ودعما منها للمنتخب الوطني. ويذكر أن منتخب الفراعنة يقع ضمن المجموعة الثانية البطولة والتي تضم فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. انتهى الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.